السلطان مبروك الفوز الاتفاقي. مبروك الاتفاق حيث ظفر العدالة. أعتقد الاتفاق مسيرة رائعة من بعد الدور الثاني، تتكلم عن أفضل الفرق بعد الهلال تحقيقا للنقاط في الدور الثاني. آخر أربع مباريات ثلاثة مباريات فايز فيها وخسارة مع الهلال ب1-0، أعتقد أنه يوضح لك المستوى المميز اللي ارتقى مع اسم التدعيم اللي حصل بالنسبة للدور الثاني، ومع الجاهزية اللي خانت الاتفاق في فترات كثيرة بالنسبة للاعبين الأجانب. التدعيم بسوزة وثنية سوزة وكيش لما كانت في وسط الملعب أصبح وسط الاتفاق أكثر صلابة على المستوى الدفاعي، كذلك حتى على مستوى الصناعة والتسجيل. كويك بي سليتي الاتفاق يمتلك نجوم أزار وأثر بالتأكيد. أزارو من حضور الاتفاق بصراحة صنع منظومة هجومية أصبحت أخطر على مستوى التسجيل، على مستوى حتى يعني مكانه كان فاضي اليوم؟ لا اليوم لعب اسمه دوكارو مكانه، فكان جيد المنظومة بشكل كامل. أعتقد أن التنظيم الدفاعي أساسه كيش في بداية الموسم كان يلعب مدافع، الآن لعب بثنائية في وسط الملعب، هي من صنعت الفارق للفريق الاتفاقي حتى في عملية البناء والتدرج، حتى في عملية اللعب بأمان في خط الدفاع. هذا ما صراحة تفوق فيه الاتفاق وغطى كثير من المشاكل اللي كانت تحدث في خط الدفاع. للعدالة أعتقد العدالة في الدور الثاني تطور بدرجة كبيرة، تحديدا في استقطاب تراوري اللي صنع الفارق على المستوى الهجومي، كان خطير في بعض الفترات على فريق الاتفاق، حتى في المباراة الماضية اللي قبل التوقف يعني حصل له ارتفاع مميز في المستوى. أعتقد تغيير المدرب في أول مباراة، هذه كلها أثرت على فريق العدالة. مبروك الاتفاق وحظ أوفر العدالة.